السلام عليكم. كنت بس عايز انبه على حاجه قبل ما ابدا الفيديو. كنت الفيديو اللي فات كان فيه غلطه، فيه الغلطه دي انا كنت بتحدى اي حد يطلعها. طبعا في ناس اكيد طلعوها يعني وناس لا، بس هي هتبقى حرف الاكس، مكانش موجود الاكس، بس انا كنت يعني ايه صراحه انا نسيته، بس بقى قلت عشان داري على شكلي ده فقلت اعملها مسابقه، لكن هي اصلا انا الحقيقه انا نسيته يعني. ماشي. كان في تنبيه كده صغير على ال ING الجيراند، اسمها ING. بالله عليك ما تجيش مثلا تقول بلاينج، ما اسمهاش بلاينج، لأ يعني مش مقيس ذكاء، بلاينج اسمها ايه؟ بلاين. انت مش حرف الجي ده خالص. بص، حرف الجي ده في اي فيرب في ING ما تنطقوش، تيجي يقول لك لأ اديله هو فوق دماغه ان شاء الله، وكان مدرس احسن مدرس في الدنيا كلها وقال لك انت حرف الجي ما تنطقوش، قول له انت حمار. تمام. فالحرف الجي ده تشيله اصلا، بتيجي تقول مثلا ايه بلاين، بلاين مثلا سيرفايفنج، مثلا درينكينج، ايتن كده. فحرف الجي ده اللي في الاخر ده شيله كده، هو اصلا حرف بارد، لكن لما تيجي تقول ايتن تبقى احلى من ايتينج، يعني تبقى اسهل حتى في النطق. فيعني سهل على نفسك يعني كده وشيل حرف الجي ده، وده يعني في غالبا في الامريكان اكسنت ده بيستخدمه كتير قوي. بالنسبه للبريتش انا ما اعرفش، لكن انا الامريكان اكسن بيستخدموا دايما الاي ان، ما حدش بيستخدم اي ان جي دي خالص. ودايما لو عايز تكتب كلمه، عايز تكتب يعني كلام عامي كانك بقى صايع بقى في الانجليزي كده، وانت مثلا بتكلم حد امريكاني، في حرف الجي حط مكان ابوستروف، يبقى انت كانك ايه بتتكلم بقى لغه عاميه وكانك واحد بقى فيتك بقى. تمام. يلا، على السلامه.